في الأداء في قلبي النداء وفاؤنا شيء معهود في إيصال كل الطرود سوبر ويفز هيا هيا جت وهمزي دعني وجرا سوبر ويفز على في كل مكان بنات وفتيان سوبر ويفز سوبر ويفز القوارض المشاكسة. مرحبا سكاي، ما محطتي اليوم؟ آسفة جيت، هل أخفتك؟ أجل، لقد خفت قليلا. هذا قناع لقزم مخيف. في النرويج يحب بعض الناس قصص الأقزام. دعيني أخمن، سأذهب اليوم إلى النرويج، صحيح؟ هذا صحيح. سوف توصل طرداً إلى هيلدا، تعيش في بيرغن النرويجية قرب فليين. هذه صورته، إنه أحد أعلى جبال النرويج. وهذه مدينة بيرغن، ضفة مشهورة بالأكواخ والقوارب. تبدو لي مدينة مذهلة وأتشوق إلى رؤيتها. معلومة أخيرة، الطعام لذيذ هناك، ومعنى لذيذ في النرويجية جيمبوغات. إذن سأقول كل الطعام جيمبوغات. أحسنت، هيا خذ موقعك. وقت التحليق. يا لجمال المنازل، ترى أين جبل فليين؟ ها هو ذا. اقترب موعد النزهة يا أمي. أراك متحمسة جدا، ما الذي أعددته؟ سمك وفراولة وشطيرة. وأنتظر الآن شيئاً آخر. خدمة التوصيل لقد وصل. أنا جيت، دائماً في الموعد. مرحباً، أنا هيلدا وهذه هي أمي. تشرفت بكما، هذا الطرد لك. شكراً. وهذه هي التي كانت تنقصك للنزهة. أذاهبة في نزهة؟ أجل، إلى فليين. جيت، أترافقني؟ لن تفوتني هذه النزهة، فأنا أحب المرتفعات. هيا بنا. مع السلامة. أهلا بكم في فليين يا صغار. هناك روايات تتحدث عن أقزام يسكنون هذا الجبل. معلمتي؟ نعم هيلدا. هل سنرى الأقزام في الواقع؟ لا، لن نراها، فهي ليست حقيقية، إنها خيال فقط. والآن يمكنكم الذهاب للعب يا أولاد، انتبهوا على أمتعتكم، كونوا حذرين ولا تبتعدوا كثيراً، وعودوا بعد ساعة. هيا بنا، نراك الآن. هيلدا. نجحت في إخافتي. لقد اختفت سلة النزهة يا جيت. ترى أين اختفت؟ لا أدري، كانت هنا بجانبي. تسير السلة وحدها؟ لا شك أن الأقزام يحركونها. هيلدا، لا أقزام في الواقع. يجب علينا استعادة سلة الآن. أنا سأسترجعها. سرعة جيت، توقفي عندك أيتها السلة. أه.
السلة. حان وقت الاتصال بالسوبر وينجز. سوبر وينجز؟ إنهم أصدقائي الذين يلبون النداء عندما أحتاج إليهم. سكاي، أجيبي. معك سكاي، هل روى أحد لك قصة من قصص الأقزام يا جين؟ لا وقت للقصص الآن، فقد سرقت سلة طعام هيلدا ويجب علينا أن نستعيدها. ترى من يستطيع حل هذه المشكلة؟ وجدتها. جراند ألبرت سيخرج من حقيبته ما ينقذ الموقف، وبيلو يستطيع التحدث إلى الحيوانات، ومهارة تود تفيد في الحفر. هيا نسترجع سلة الطعام. أنا لا أدري ما الذي يريده الأقزام من سلتي. يريدون أن يأكلوا ما فيها، فهو يبدو جيمبوكات لذيذ. انظر هناك، وصل فريق السوبر وينجز. ستحل مشكلتنا. جراند ألبرت، وضع التحول. بيلو، وضع التحول. تون، وضع التحول. مرحبا، أنا جراند ألبرت. أنا بيلو. أنا تود. أتيناكم بلا أي تأخر لحل مشكلاتكم. سرني قدومكم يا أصدقاء. ما المشكلة؟ إن الأقزام أخذوا سلة طعامي ودخلوا إلى ذلك الجحر. إنه لأمر غريب. والآن وقت حقيبة العتيقة. حسناً، نحتاج إلى كاميرا التحويل العجيبة، وهي بعدستها تستطيع تكبير أو تصغير ما تصوره. قولوا كاميرا. كاميرا. استعدوا، تصغير. هيا لندخل إلى الجحر. المكان مظلم، لا أستطيع رؤية أي شيء. هكذا أفضل. نعم أفضل. هناك كثير من الممرات، كيف سنعثر على سلة الطعام؟ انظروا، آثار أقدام. إنهم الأقزام. لنتبعهم. انظروا أمامكم. القوارض. لا أصدق ما أرى، إن القوارض تملأ المكان كله. لنعد السلة. يا هيلدا، فأنا لدي خطة. تود، احفر نفقاً يقود إلى الأعلى. أنا وبيلو سنقود القوارض خلاله إلى الخارج. هيلدا، ستنتظرين مع جراند ألبرت الذي سيأخذ السلة عندما تخرج. إن الحفر سيبدأ الآن. من هنا ولا من هنا. إنهم قادمون. سنستعيد السلة. الضبط على وضع التكبير. نجحنا. لا
ما زالت القوارض تواصل الركض، إنها في خطر. جيت انظر. يا إلهي، ما العمل؟ إنها تتجه نحو المنحدر. لدي فكرة. جيت توت، احملا السلة إلى المنحدر والتقطا القوارض لكي لا تسقط فيه. رائع، فكرة ذكية. هيا بنا. الوقت الآن. نجحنا. شكرا لكم لاستعادتكم سلة النزهة يا أصدقاء. يسعدنا أننا قدمنا إليك المساعدة هيلدا. حان وقت عودتنا. مع السلامة. سوبر وينز. حان الوقت، هيا استعداد في التمام لأصعب المهام. الفضاء مطية، سرعة في الأداء، في قلب يد النداء، وفاؤنا شيء معهود في إيصال كل الطرود. سوبر وينز، هيا هيا جت وهدزي دوني وجرا. سوبر وينز، على في كل مكان بنات وفتيان يحبون. سوبر وينز، سوبر وينز. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وشاهدوا الحلقات التالية.